يقول بعد العشاء أصلي مثنى مثنى بعد العشاء مباشرة مثنى مثنى، وتقول أقرأ ما يقارب الوجه في كل ركعة، هل يعد ذلك من قيام الليل؟ نعم هو من قيام الليل، وصلى لي ولها القبول. اللهم كون صلت أول الليل لا يلغي ذلك أن يعني يكون من قيام الليل، لأن يعني قيام الليل يشمل كل صلاة ما بين كل ما تطوع به من الصلاة ما عدا الراتبة ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل ذلك داخل في قيام الليل. لكن صلاة الليل الأفضل أن تكون في آخر الليل، في الثلث الأخير أو في الشطر الأخير من الليل، لأنه صلاة آخر الليل مشهودة، كما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خشي أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره، وذلك أفضل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة.